طبعا يا رب تكونوا كلكم بخير. معاك دعاء من قناه ايزي كرافت. النهارده مش هنعمل اشغال يدويه، النهارده هنعمل مع بعض حاجه سهله جدا في المطبخ، المطبخي هنعمل مع بعض حلويات سهله جدا انا شخصيا بحبها. هنستخدم فيها ثلاث مكونات بس، بسكوت ساده وشوكولاته والحبوب الملونه دي او الشيكابوم، في منها اشكال كتيره برضو بتتباع في السوق. وهنستخدم قالب السيليكون، القالب بتاعي ده على شكل وردات. انتوا هتجيبوا، لو تشتروا قالب جديد تشتروا قالب مدور عشان يبقى ماشي مع البسكوت وكده. يلا بينا نشوف الطريقه هنعملها ازاي. اول خطوه هنعملها هنسيح الشوكولاته، هنعملها على حمام ميه. على البوتاجاز بنحط اناء فيه ميه، وبعدين بنحط حاجه صغيره اصغر منه فوقيه عشان البخار يسيح الشوكولاته معانا. لو مش هتقدروا تعملوها البنات الصغيرين خلوا مامتكم تساعدكم ان انتوا تسيحوا. دلوقتي بقى عبال ما الشوكولاته تسيح معانا هنستخدم اللي هو الشيكابوم ده، وهنبتدي نرصه كده من تحت، نشكل في الالوان طبعا، نعمل طبقه كده، نبتدي نرص في كل واحده. نحاول نديها منظر ايه شكله حلو. ونكملها لحد الاخر. بعد كده هنزيد الشوكولاته. الشوكولاته اهي ساحت معايا. هنبتدي نحط طبقه شوكولاته فوق الطبقه اللي احنا رصيناها. نمسحها كويس على الجناب. بعدين نرص طبقة بسكوت. طبقة شوكولاتة تاني. وطبقة بسكوت. لحد ما نخلص للآخر خالص. هنعمل بنفس الطريقة. اهم حاجه برضو نملي الجناب عشان خاطر ما تبقاش مفرغه. الحلويات دي ممكن تاخدوها معاكم المدرسه، ممكن كمان تعملوها في اعياد الميلاد، ممكن تعملوها لو في ضيف عزيز جاي لكم. بالشكل ده هعمل معاكم دي برضو عشان تشوفوا الطريقة تاني. دي سريعة ومبتاخدش وقت خالص الحلويات دي، وطعمها كمان تحفة. الحلو فيها ان انتوا تختاروا نوع الشوكولاتة اللي يعجبكم، كمان ممكن تختاروا نوع البسكوت اللي انتوا بتحبوه، تعملوا منه حلويات جديدة تبقى سهلة وحلوة وطعمها كمان جدا وشكلها كمان في الآخر بيبقى حلو خالص. هكمل باقي الوردات وبعدين هحطها في الفريزر من 5 لـ10 دقايق كده، يعني هي الشوكولاتة مبتاخدش وقت عبال ما بتجمد. وبعد كده هوريكوا شكلها في النهاية عامل ازاي. دي كده شكلها بعد ما طلعتها من الفريزر. دلوقتي هطلعها معاكم نشوفها جمدت ازاي. بقت معانا بالشكل ده، شكلها حلو جدا وبتطلع بكل سهولة وما بتلزقش. بالشكل ده. ده طبعا الشوكولاتة ما ببانش قوي بس عشان خاطر ان هي متعرجة شوية، بس برضو يعني باين شوية اهو، شكله حلو خالص. ممكن كمان تستخدموا المكسرات، هيبقى طعمها حلو جدا بالمكسرات برضو. شايفين شكلها حلو ازاي؟
كده كان شكلها معانا بعد ما خلصناها. دي شكلها كده بعد ما عملناها. دي شكلها في الطبقات كده ازاي.